بعد ما نشوف تقرير عن هذه المباراة. ينطلق غدا مشوار النادي الأهلي في بطولة إفريقيا مدعوما بجماهيره في مواجهة مجهولة أمام جيما أبا جيفارا بطل إثيوبيا في ذهاب الدور 32 بمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي يحمل المارد الأحمر رقمها القياسي 8 يعول كثيرا في مباراة الغد على جماهيره الوفية التي دائما ما تضرب المثل في المساندة والوقوف بجانب فريقها في كل الظروف. الأهلي بتاريخه العريق يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد 3 انتصارات على حساب بتروجيت الجونة طلائع الجيش على الترتيب. الفوز في هذه المباريات طمأن الجمهور العاشق لفريقه قبل بدء المشوار الإفريقي لاستعادة اللقب الغائب عن دولاب البطولات منذ عام 2013. يدخل المارد الأحمر اللقاء مع مدربه القدير محمد يوسف صاحب آخر لقب للفريق في دوري، حذر لاعبيه من الاستهانة بالخصم وطلبهم بمواصلة الانتصارات لإسعاد الجماهير والفوز باللقاء وحسم التأهل من برج العرب الملعب الذي وبطولات الأهلي الغالية. الأهلي متسلحا بالتاريخ والجمهور يدخل المواجهة في ظل ضغط المباريات في مسابقة الدوري، إلا أن البطل دائما لا يملك خيارا سوى الفوز وحصد الألقاب بلاعبين يمتلكون شخصية البطل يعرفون جيدا قيمة وروح الفانلة الحمراء.